سيداتي آنساتي سادتي، نجتمع اليوم لرؤية هاتين الحشرتين الماهرتين والقويتين تتنافسان وجها لوجه. ستواجه أحد أقوى الحيوانات رغم حجمها الضئيل على وجه الأرض وهي نملة. سنناديها من الآن فصاعدا بالآنسة نملاء. نملة بيضاء أو أريضة تدعى أرضونة. هذه الحشرة معروفة بواحدة من أسوأ اللدغات وأسرعها، لكن لا داعي للقلق، ستقام هذه المنافسة في الطبيعة، لذا فلن نتعرض لأي خطر. هاتان الحشرتان ضئيلتا الحجم لدرجة أنه لن يلاحظهما أي إنسان من الأساس. تعادل الحلبة حجم غطاء قارورة تقريبا، والملعب بأكمله بحجم حبة كوكيز. أي نوع من الكوكيز؟ برقائق الشوكولاتة؟ لا يهم. والآن لنلقي نظرة على معلومات المتسابقتين ونتعرف عليهما. أولا، الآنسة نملاء. المملكة حيوان. الفئة حشرة. النوع نمل. العمر 2. 2 من ماذا؟ أسبوعان؟ قرنان؟ الوزن حوالي 5 ملغرام. السمات المميزة هوائيات على الرأس ولدغات سيئة. الرهاب النعناع، هذا يعني أنها لا تحب العلكة. حان الآن دور أرضنا. المملكة حيوان. الفئة حشرة. النوع نمل أبيض. العمر 2. الوزن، رفضت هذه المتمردة قياس وزنها، لكنه قد يصل وزن المستعمرة الكاملة من النمل الأبيض إلى 450 كيلوغراما. السمات المميزة خراطيم على الرأس ترش حمضا، هذا مقزز. الرهاب ضوء الشمس، لا يمكن لأرضونا تحمل ضوء الشمس، ولن يحل واقي الشمس مشكلتها. عظيم، معنا الآنسة نملاء في الركن الأزرق. النمل موجود منذ أكثر من 100 مليون سنة، ويشتهر بقدرته الهائلة على رفع الأثقال، ولا تتفوق عليه في القوة سوى بضعة حيوانات مذهلة مثل خنفساء الروث، لكن النمل أقوى في حاسة الشم. لو كان لدى الإنسان العادي قدرات رفع بحجم النمل، فسيتمكن بسهولة من رفع أوزان تصل إلى 2950 كيلوغرام، هذا يعادل نصف وزن فيل. اختر النصف الذي تريده أو شاحنة صغيرة. كما أن عمر النمل طويل، ويحمل الرقم القياسي العالمي في أطول عمر وسط الحشرات. يمكن لهذا المخلوق العيش حتى 30 سنة في أي بيئة. المكان الوحيد الذي لا يحبه هو أنتاركتيكا. هذا غريب، فاسم النمل بالإنجليزية موجود في اسم القارة. على العموم، لدينا في الركن الأحمر النملة البيضاء أرضنا. يحب النمل الأبيض التسلل إلى منزلك خفية بثقب الخشب والورق وحتى بعض المواد الأخرى بفمه، لكنه لا يهتم بعض الناس، فكل ما يحتاجه هو الطعام، وسيكفيه العشب الطازج أو أريكتك الجديدة. هذه الحشرة صغيرة وقد لا تراها حتى، لكن عدد النمل الأبيض أكبر من عدد البشر في العالم. لو جمعت كل البشر والنمل الأبيض فسيفوق وزن النمل الأبيض وزن البشر. لا نحب تواجد هذا النمل في بيوتنا، لكنه صديقنا في الواقع، فبفضل النمل الأبيض يحصل الناس على محاصيل أفضل. تساعد الأنفاق المعقدة التي يبنيها النمل الأبيض في التربة على تغلغل المياه بشكل أفضل، وبالتالي تنمو المحاصيل وتكبر. كما يحمل النمل الأبيض الرقم القياسي كأحد أسرع الحيوانات في العالم. لا يركض بسرعة، لكنه يمكنه إقباض فكيه بشكل أسرع من أغلب المخلوقات. الجولة الأولى، الحجم. يتراوح حجم كل من النمل العادي والنمل الأبيض، فبعضهم كبير للغاية وبعضهم صغير الحجم، لكن في المتوسط النمل العادي أصغر بكثير من النمل الأبيض. تحتل أرضنا الصدارة. الجولة الثانية، القوة. يمكن لمعظم النمل حمل ضعف وزنهم بحوالي 50 مرة، ورغم أن أصغر نملة بيضاء أكبر من نملة كبيرة، لكن النملة الواحدة يمكنها التغلب بسهولة على النملة البيضاء. يميل النمل العادي إلى التصرف بعدوانية أكبر، وعادة ما يتجول في مجموعة كبيرة. من المستحيل أن ترى نملة واحدة تمشي في الغابة، ترافقها حاشية دائما. المعذرة يا أرضنا، خسرت هذه الجولة. تتصدر الآنسة نملاء الجولة، والنتيجة تعادل 1-1. الجولة الثالثة، لنسميها المعدات الخاصة. بدأ يحمى وطيس المنافسة. يميل النمل إلى التصرف مثل أحد أقاربه، الدبور سيء السمعة. أجل، هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الدبور والنمل. الآنسة نملاء مستعدة لاستخدام إبرتها مثل الدبابير.
تشعر أرضونا بقلة الحيلة، فليس لديها أي نوع من المعدات الخاصة. على العموم، حتى لو قررت الآنسة نملاء عدم لسع أرضونة المسكينة، فعضتها قد تؤلم بالقدر نفسه. بعض النملات تعض بقوة شديدة. سواء لدغتك النملة أو عضتك، فكلاهما تجربة سيئة. ما أسوأ لدغة نملة؟ النملة الرصاصة بلا منازع. يقول العلماء إنك ستشعر كأنك تمشي على فحم مشتعل. أي رغم تمتع أرضونة بأسرع فك في العالم، فإن عضتها ليست قوية بما يكفي للتغلب على الآنسة النملاء. يقول البعض إن النمل الأبيض يمكنه عض الطوب، وهكذا يدخل إلى منزلك، لكنها مجرد إشاعة. تدخل هذه الحشرة منزلك بحشر نفسها في ثقوب صغيرة جداً، والورق أو الخشب المادتان الوحيدتان التي يمكنها مضغهما واختراقهما. تحب أرضونتنا الورق والخشب لأنهما يحتويان على مكونها المفضل السليلوز. الآنسة نملاء على وشك ربح هذه الجولة قاب قوسين أو أدنى، لكن مهلاً، انظروا إلى تلك الخراطيم على رأس أرضونة، إنها ترش حمضاً. نعم، يمكن للآنسة نملاء الاستعداد للسع أو العض كما تريد، لكنها لن تقترب بما يكفي. قد يحالف الحظ الآنسة نملاء مع اللسعة، فيمكنها إطلاق حمض مشل لصدم أرضونة، لكن ليس اليوم. تربح أرضونة هذه الجولة، والنتيجة 2-1. تستعيد أرضونة الصدارة. الجولة الرابعة، التحمل. هو يبدو أن الآنسة نملاء مرهقة، وستأخذ قيلولة لاستعادة طاقتها. تبدأ في إبطاء حركتها وترغب في النوم، لكن يبدو أنه لا يمكن إيقاف أرضونة. لم تتوقف عن نخر هذا الوتد الخشبي الذي أحضرته معها، ولا تشعر بأي تعب. قدرة النمل الأبيض على التحمل مذهلة، فهو لا يحتاج إلى النوم أبدا، والشيء الوحيد الذي يشتهيه طوال الوقت هو الطعام. تتصدر أرضونة النزال بثلاثة مقابل واحد. ينفد صبر الجمهور، لكن يجب أن تنتظر استيقاظ الآنسة نملاء قبل المواصلة. استيقظي يا نملة. استيقظت أخيراً. انظروا إلى المدرجات، هناك لافتات في كل مكان. الفوز للآنسة نملاء. عاش يا أرضونة. الجمهور متحمس لمعرفة الرابحة. الجولة الخامسة، السم. تشعر أرضونة بالراحة الآن، فهي واثقة من أنها ستربح الجولة. تبدو الآنسة نملاء مرتبكة قليلاً. من المفترض أن تكون واحدة من أقوى الحشرات في العالم، لكنها على وشك الخسارة أمام هذه المنافسة المتوحشة الصغيرة التي لا تنام أبداً وتأكل باستمرار. قد تخسر وقد لا تخسر. تدفع أرضونة الآنسة نملاء قليلاً من باب السخرية، لكنها لا تعرف أن الآنسة نملاء لديها سلاح سري في جعبتها، أعني مؤخرتها. بعد تلك الدفعة الودية مباشرة، تبدأ النملة في إطلاق السم قطرة قطرة. تشعر أرضونة بالرعب، فهي لم تتوقع حدوث ذلك، وظنت أن خراطيمها هي الأفضل، لكن تبدو هذه القطرات خطيرة للغاية. لا تعرف أرضونة ما إذا كان بإمكانها تحمل سم الآنسة نملاء أم لا، ولا يمكنها. الجمهور مصدوم لدرجة أن بعض المشجعين بدأوا الهتاف ضد أرضونة. أطلق الحكم صافرته. تكسب الآنسة نملاء نقطة أخرى. حان وقت العودة للنزال، والنتيجة 3-2 لصالح أرضونة. الجولة السادسة، فجأة تشعر أرضونة بقوة كبيرة. إنها في الصدارة والوضع لصالحها. تسرع وتركض نحو الآنسة نملاء، لكنه فخ. ترفع النملة أرضونة وترميها على ظهرها. هذه أقصر جولة في البطولة، والنتيجة تعادل 3-3. حان وقت معرفة أي حشرة ستثبت أنها الأقوى. الجولة النهائية. يبدو أنه لا يمكن إيقاف أرضونة. إنها تهاجم، لكن الآنسة نملاء تتصرف مثل نينجا محترف. تتجنب الهجمة في آخر لحظة. تعاود أرضونة الهجوم، لكن بلا فائدة. النمل قوي ويتمتع بهيكل خارجي في غاية القوة، وطالما لم تسحق فلا يمكن لأي قدر من الضربات هزيمتها. لا تشعر الآنسة نملاء بأي ألم. لو كنت تتمتع بالقدرة نفسها، فسيمكنك مواجهة وحيد قرن والخروج منتصراً. في الحلبة أو الطبيعة، النمل متمسك بالنجاة، وإن سقطت نملة، فثق أن حوالي 1,000,000 نملة ستأخذ مكانها. الجمهور يهتف، والجميع في حالة ترقب. من ستكون البطلة؟ من أكثر عزيمة وإصراراً؟
في هذه اللحظة يبدو أن أرضونا عثرت على بعض المعدات والطاقة الجديدة، إنها لا تستسلم، فهي متمسكة باللقب. ربما تريد إضافته إلى سيرتها الذاتية، ربما ستترقى لوظيفة مرموقة عند شجرة لذيذة. تحاول أرضونا إنهاء الجولة مرتين، لكن لم يحالفها الحظ. تهجم الآنسة نملاء فجأة وأي تنزلق وتسقط على الأرض. تتبختر أرضونا حول الحلبة. انتهى النزال، لكن لا، تنهض النملة. هذه المتسابقة صامدة لآخر لحظة. انتهت المباراة، الكثير من الإثارة لكن بدون ضربات مباشرة. الجولة النهائية تعادل، والبطولة كذلك. ها، أعتقد أننا سنحتاج إلى مباراة ثانية.